بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي إبراهيم أحمد منقري، أعمل إماما بالجامع الوطني في أبوجا هنا نيجيريا. أستغفر الله العظيم. الخدمة أراها يعني وراثة حقيقية للنور النبوي، وممثلة حقا للشعاع الإسلامي، ومجيبة لأسئلة الإنسان في القرن الحادي والعشرين، وممثلة هي تمثل بالحقيقة يعني الإسلام في أنصع صوره، لأن الإسلام يواجه يعني تحديات، أعنف التحديات في هذه الآونة، فالخدمة تقوم بإجلاء أنصع صور الإسلام من خلال خدماتها التي تحلت بكامل الأدب والفناء التام في الخدمة نفسها، وعدم المباهات وعدم أو الدعاوي الفارغة، ثم التركيز على جانب التعليم، وليس أنها تركز على جانب التعليم فحسب، لكنها في تركيزها على جانب التعليم تصد ثغرات لا تكاد تجد جماعة إسلامية تصد تلك الثغرات، فهي تدخل في البلدان التي تسيطر عليها الأديان الأخرى، ولا تجد مراكز تعليمية أو جامعات أو مدارس على المستوى الراقي الذي يواكب العصر الذي نعيش فيه، فتجد الخدمة تقوم بتمثيل الإسلام تمثيلا صادقا. والجميل جدا في تمثيلها للإسلام ليس الإسلام العنيف، إسلام الدعاوي الذي يكفر الآخرين أو يزعم أن الخير كل الخير معه والباطل كل الباطل مع الآخر، لكن إسلام التسامح، إسلام التعايش السلمي مع الآخرين، إسلام الذي يعني يسري في الآخر من خلال طبائعك، من خلال تصرفاتك، لا من خلال أقوالك، أي أنهم بتصرفاتهم بأخلاقهم بمعاملتهم يؤثرون في الآخرين، لأن نحن سمعنا الكثير من الدعوة، سمعنا الكثير من الوعظ، وقرأنا الكثير من الكتب، لكن الآن نريد إسلاما مطبقا ممثلا ومجيبا لأسئلة الإنسان الحائر الذي يعيش في عالم البدائل الذي نعيش فيه. ففي الخدمة أنا لا أريد أن ينطق لساني بهذا الجور العظيم الذي أرى حتى تكراره ليس لائقا، يعني مثلا إذا كنا يمكن أن نسمي، أن إذا كان الإنسان يبلغ قدرا يسمي الأنبياء شياطين، ويسمي السماء أرضا، ويسمي الملائكة شيطان ملك شيطانا، فيمكن أن ينسب إلى الخدمة هذه الدعاوي الفارغة، وينسب إليهم المروقة من الإسلام والإعاذ بالله. يعني المشكلة في الحقيقة هو عندما تتحول المؤسسات الدينية إلى أبواق للأنظمة السياسية لا تقوم بواجبها المنوط بها من توجيه السياسيين وغيرهم إلى هدي الله سبحانه وتعالى، إلى رسالة الإسلام، لكنها يعني للأسف الشديد يعني تنحط بنفسها إلى هذا الحضيض، إلى هذا المستوى المتدني، بحيث تتحول إلى يعني مجرد بوق كما قلت، يعني حيثما وجهتها الحكومات السياسية التي لا تقوم غالبا على خلفيات دينية أو ليس لها فهم دقيق بالإسلام، والمؤسسات الدينية التي ينبغي أن تكون هي التي تقول بأن هذا هو الصحيح وهذا هو الخطأ أو هذا هو الباطل، هي التي تساير تلك المؤسسات السياسية، التنظيمات السياسية. وإذا حط المفتي إلى هذا المستوى
إذا تدهور إذا تأخر النظام الديني أو المؤسسة الدينية إلى هذا المستوى فلا تتوقع إلا الشر كل الشر، لأن الأنظمة السياسية لها طرائقها ولها خلفاؤها وحلفاؤها ولها يعني منهجها في تسيير الأمور. فإذا كانت المنظمات الدينية يعني تتدهور إلى هذا المستوى المنحط جدا أخلاقيا ودينيا ولا يمنعها الوازع الديني من هذا، فلا شك يعني أن هذا ما جلب للمسلمين التأخر الذي وجدوا أنفسهم فيه، وأصبحوا يتقاتلون مع بعضهم البعض ويكفر بعضهم البعض، وأصبحوا في الحالة التي وجدنا أنفسنا فيها للأسف الشديد. فأنا أوجه نصيحة من مسلم غيور على دينه، نرجو أن نكون كذلك إن شاء الله، إلى هذه المؤسسات الدينية أن تعود إلى رشدها وأن تعود إلى واجبها الذي أنيطت به، وهو واجب الهداية وهو واجب خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هداية البشرية والقيام بالدعوة الحق، لا أن تكون مواكبة فقط لعزيمة سياسية قد تتحول غدا إذا كانت اليوم هي التي تتقلد مقاليد الأمور، غدا قد تكون حكومة أخرى، فعندها لعلها تجد نفسها هذه المؤسسات الدينية تجد نفسها مضطرة إلى تغيير هذه الفتاوي، وهذا يجعل هذه المؤسسات يعني يجعل الشعب يفقد الثقة بهذه المؤسسات، يعني يجد نفسه مضطرا إلى أن يحول وجهه إلى جهات أخرى، وغالبا ما تكون جهات علمانية لأنه يفقد الثقة بالمؤسسات الدينية التي كان ينبغي أن تكون هي التي تقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا بها أصبحت مؤسسات نفاق ومؤسسات مسايرة للحكومات والعياذ بالله. مؤسسات الخدمة قد أكون مبالغا ولكن لا أقول إلا ما أعلم. أنا أرى بأن الإسلام في نيجيريا بدون مؤسسات الخدمة يخسر ما لا يقل من يعني لا أريد أن أتحدث في لغة الأرقام، لو تحدثت لكنت مبالغا، ولكن يعني مؤسسات الخدمة هي غطت ثغرة كبيرة لا تكاد تجد مؤسسة دينية يعني تساير الخدمة في هذه المجالات. فمثلا في الناحية التعليمية مؤسسات الخدمة هي التي يعني أسست مدارس يعني تنافس أرقى المدارس الموجودة في نيجيريا، بل يعني تفضل عليها.